والاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من المزامير اللطيفه اللي سجلها لنا داوود النبي عن خبرته مع ربنا ان ربنا راعى ليه، فقال الرب يرعاني فلا يعوزني. عاوز اعيش مع داوود رايه صغيره باحساساته ومشاعره اللي كان عايش فيها. داوود كان راعي غنم، وبعدين في يوم من الايام قعد يتامل في رعايه ربنا دي، فحس ان هو غنمه صغيره من ضمن القصيه. ممكن الليله تفكر التفكير الجميل ده، انك غنمه من الغنمات اللي بيرعاها المثلى. داوود حس هذا الاحساس واتكلم عنه، لكن المسيح في العهد الجديد اتكلم عنه بالوضوح الجميل اللي احنا نشوفه دلوقتي. ربنا يسوع قال انا هو الراعي الصالح، وبعدين حد يعرف لنا الراعي الصالح يعني ايه. فقال غنمه واحده تضيع يرمي نفسه وراه، بيقول انا الراعي الصالح، الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراب. جالي مره ولد زمان من مده وانا كاهن، كان متعذب في شغله قوي، كان ملوش حد يسال عنه، كان مسكين جدا. الراجل كان بيضايقه شويه اللي كان بيشغله عنده زياده عن اللزوم، بيضغط عليه ضغط صعب، وشايله شيله كبيره يوزعها بالعجله وسرعه تقيله قوي. لما يجي يطلع مطلع في شارع من الشوارع يبقى ينزل مع العجله ويجرجر وعارى ويعرق. بعدين كان ماشي في شارع بورسعيد وعدى في الغطرة كده، والشارع ابتدى يطلع لفوق شوية، فنزل يدق في العجلة بتاعته، وبس طلعت اتقلبت، محسش بنفسه إلا وهو واقع على الأرض. هو بيقول لي ساعتها وأنا في منتهى الضيق ووقعت على الأرض لقيت المسيح في ريحي واقع تحت الصليب، فحسيت إن هو معايا وقمت فرحان خالص وما همنيش أي حاجة. شخص ممكن يكون منسي محدش يسأل عنه، لكن المسيح شايل معاه الصليب وشايل معاه الهم بتاعه. ومرة من المرات كان في واحد أو واحدة في مكان بعيد ضحكوا عليهم جماعة صعود سعود يهوى، وبعدين أصدقائه بقى ينصحوها كتير أو ينصحوه كتير ويقولوا له بلاش كده. وبعدين دخل الموضوع في دور عنه، وفي ليلة من الليالي حلم حلم جميل جدا. حلم انه طالع جبل عالي، وفي اخر الجبل ده فيه هو كبيرة اذا وقع منها ينزل مكسر. فهو طالع الجبل قبل واحد قال له بلاش السكة دي عشان دي خطر، قال له اوعى ترمي السكة. بعدين قابله كاهن قال له بلاش ده خطر، قال له وسع السكة انت مالكش دعوة. وبعدين قابله ملائكة في السكة عشان يحسوه، قال لهم لا تبون. لابد لما جه على طرف الجبل والملائكة تخش فيه وبعدين ما فيهوش فايدة سابوه. وبعدين حس رجله وقعت، فوقع فهو كبير خالص، فهو بيحكي لي انا وقعت حسيت بالخبطة وانا نايم، وبعدين حسيت بخبطة ورايا فلقيته يسوع هو الوحيد اللي رمى نفسه ورايا. الكل واقف عند حد معين، لكن يسوع هو اللي يرمي نفسه ورا الواحد مننا. يسوع هو اللي طلع على الجبل يدور على الخروف الضال وساب التسعة وتسعين، اللي طلع يدور على الخروف الضال. بعد ما سمعت القصة دي من الراجل ده عرفت معنى الآية اللي بتقول ان الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراب. المسيح وحده اللي يقدر يموت عشاننا ويقدر يبذل عنا نفسه، وفي الدقيقة بتاعتنا هو وحده اللي يستحمل معانا دي حتى لو تخلى عنا كل انسان. مش حتى تخلى الناس لان هم وحشين، لان الناس ما تقدرش تقدم لينا حاجة او ما تقدرش تموت من اجلنا. دايما اقول لناس كتير من اولادنا الشبان الشابات ان مفيش حد بيحبكم قد يسوع، والحب اللي بتسمعوا عنه ده حب ناقص ومش ممكن يكون كامل. لكن في واحد بس اللي يحب، اللي يحب هو اللي يموت. فمين اللي مات من اجلنا؟ هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فالمحبه هنا توصل لدرجه الموت اللي هو البذل. فانا الغنمه الصغيره
موضوع رعاية ربنا، غنمة حس فيها على نفسك، وبعدين الراعي اللي بيرعاك هو الراعي الصالح اللي مستعد يموت عشانك وتعيش انت. حاسس كده ولا مش حاسس؟ انت غنمة وموضوع رعاية ربنا ومستعد ان هو يرمي نفسه مسرحك ويجتاز معاك كل ضيقة وما يتركش لوحدك ابدا. فداود النبي قال الرب راعي فلا يعوزني شيء، يعني مفيش حاجة بعد كده ممكن تنقصني. نص عزيزي، عايزك تحس انت الغنمة الصغيرة الليلة، وان انت موضوع رعاية ربنا. هل ممكن ينقصك شيء؟ لما كفاية يكون نصيبك ربنا وتكون انت موضوع رعايته. فكر كويس في الموضوع ده، ان محدش يقدر يرعاك غير المسيح، واي رعاية في العالم هتقف عند حد وتكون رعاية ناقصة. تحب يرعاك انسان، تحب يرعاك ملك كما هو الموت. مرة في السفير بتاع روسيا جه للانبا كرولوس الخامس وقال له احنا نقدر نعمل لكم حماية لو انت دلوقتي طلبت حماية القيصر. قال له القيصر يعني ايه؟ هو طبعا يعرف كل حاجة. قال له القيصر هو الملك الامبراطور بتاع روسيا كلها. قال له ده شكله ايه؟ قال له شكله زينا كده بني ادم. قال له بياكل؟ قال له ياكل. وبيشرب؟ قال له بيشرب. قال له ينام؟ قال له ينام زينا. قال له ويعيا؟ قال له ويعيا طبعا زينا. قال له ويموت؟ قال له يموت طبعا لازم زينا، انت انسان. قال له طب ازاي تديني حماية واحد معرض للموت ومعرض للعيا، وبعدين هو عيان ولا ميت، انا مين يحميني؟ خليني انا في حماية الله اللي لا يعيا ولا يموت ولا ينام ولا يغفل لا لحظة واحدة ولا طرف تاني. عشان كده يا جماعة لما داود بيقول المزمور ده بيقول الرب راعي، بيقوله باختباراته ان فعلا رعاية ربنا تفوق كل رعاية بشرية. المزمور ده بالمناسبة ديت عشان تعرفوا ان ده كان مزمور عظيم جدا، الكنيسة الاولى كانت تحفظه للموعظين وتعلمه لهم. ده متعلم هدانا الذي تعلمهم المزمور بتاع الرب راعية، عشان خاطر تحس كل نفس اجتازت المعمودية وبقت ابنة للمسيح، تحس ان هي موضوع رعاية ربنا. وصدقوني يا اخوتي، حتى الشهداء في عز ضيقتهم كان الراعي الصالح بيظل عليهم. وتقول كده القديسة بركتوا عن رعاية ربنا ليها، اخذوها مسكينة وهي حامل، وبعدين على ما وصلت للسجن كانت هي ولدت الولد، فقالوا فرصة كويسة، بل حطوا الولد بره القضبان بتاع السجن ويجوعوه، فالولد يقعد يصرخ. فالأم طبعا تتأثر جدا وتعيط لأن ده ابنها الرضيع. وبعدين صلت لربنا قالت له مش أنت اللي بترعى الخليقة كلها؟ مش ممكن الولد ده أنت ترعاه؟ هي بتقول في اعترافاتها كده ان ثاني يوم جابوا الطفل وسالوه وهو جعان طول النهار وحطوا لها قدام القضبان، فبقت لقت الطفل بيبتسم وبيتكرع وقاتل وشبعان. قالت ايه اللي حصل ده؟ ده الناس مستغربة ايه اللي حصل. الراعي الصالح استطاع ان يرعى الست الغلبانة اللي مرمية في السجن ديت ويأكل لها الطفل ويشبعهم، ومحدش حاسس ان هو قتل. الرب هو اللي رعى حتى السعداء في عز ضيقتهم وفي مهانهم الشديدة. الرب رعيك في كل خطوة من خطوات حياتك. الرب اللي قال شعور رؤوسك محفاه أمامي، شعرة شعرة. اتأمل في النقطة دي وشوف قد ايه ممكن يكون ربنا راعي صالح ليك. هل عاوز رعاية الإنسان؟ هل انت دلوقتي تتجمر وتقول انا ناقصني حق في العالم ما اخدتوش؟ انت اخدت كل حقك، بس انت فاضل تفكر ان انت غنمة من الغنمات المهمة عند المسيح. يقول المسيح عنهم ايه في حديثه عن الرعاية؟ يقول كده خرافي انا اعرفها باسمائها. تفتكرهم ممكن واحد مننا يعرف كل الناس اللي قاعدين في الكنيسة دلوقتي؟ مش ممكن. لكن المسيح رب المجد قاعد في وسطينا دلوقتي وباصص كده، هتبص تلاقيه عارف كل واحد اسمه. هل تعرف ان ربنا عارف اسمك؟
ده موضوع مهم فكرت فيه ولا فكرت فيه؟ هل ربنا كده لما بيرضى عنك وبينادي لك بيقول لك تعالى يا فلان؟ لا ما بيقولكش كده. قال لك تعالى يا مرقس، تعالى يا جرجس، تعالى يا يوسف، تعالى يا فلان، تعالى يا ينفع الاسم. خرافي اعرفها باسمها، واحده منها تضيع مش ممكن هو يغفل عنها ابدا. عشان كده في فرق بين رعايه المسيح للرعايه بتاعته، وفي فرق بين احنا في الرعايه. هو وحده الراعي الصالح اللي هو يعرف خرافه باسمها، واللي مفيش خروف اسمه مش معروف ومعلمه هو قدامه. رب راعي فلا يعوزني فيه، ده قرار اخير ان هو مش ناقصه شيء ابدا ومش عاوز شيء، ولا هو دلوقتي هيتجمر قدام الناس ويقول انا ناقصني كذا وكذا، لانه هو اخذ كل حاجه ومش ناقصه حاجه بعد كده. في مرعى خضر يربطني، مرعى اخضر يعني ياكل. القديس اورغوريوس بيقول هو لما اخذ الخروف الضال حمله على منكبيه، عشان هو شايله على منكبيه وهو في نفس الوقت شايل له الاكل على ايده عشان يوطي ببقه وياكل من البرسيم اللي هو شايله له على ايده. عشان كده القعده على منكبين المسيح والاكل على ايده في مراعن خضر يربطني. ولغايه النهارده احنا بنقول نفس التعبير ده عشان تعرف عمقه في اوصيه الراقدين، لما نقول يا رب نيحهم في موضع خضره على ماء الراحة. يعني حتى اللي ماتوا وراحوا السماء يقول عنهم سفر الرؤية ان هم قدام العرش لا يجوعوا ولا يعطشوا، ما يجوعوش ويعطشوا ولا تحرقهم الشمس، لان الرب يقتادهم الى ينابيع ماء حي. فاحنا حتى واحنا بنصلي للراقدين بنقول يا ربي ارعاهم في مراعن خضر على ماء الراحة. فاذا ده مش تشبيه، ده حقيقة بنعيشها هنا في الغربة على الارض وهنعيشها فوق في السماء، هنتمنى نرعى من مراعى الخضرة. وطبعا المراعى الخضرة هتكون ايه غير كلمة ربنا؟ هتكون ايه مياه الراحة؟ لان المية تشير الى كلمة ربنا. كلمة ربنا هي المرعى اللي بترعى في الكنيسة دلوقتي. وبعدين في مراعى خضر يربطني والى ماء الراحة يرد نفسي، يهديني الى سبل البر. يرد نفسي لو عرفت قد ايه كم فرصة في حياتك ممكن ان انت كنت تسيبت فيها. جميل جدا واحد بيعترف لي وبيقول لي كده يا ابونا انا مش عارف السنة دي عدت ازاي. قلت له خير في ايه؟ قال لي كان في فرص اضيع فيها وانا واحد، وكان لكن ما تعرفش ربنا ازاي كان بينتشلني ويبعدني عن كل حاجة تجرني لطريق واحد. يا رب نفسي. المسيح حط في الكنيسة سر التوبة ووضح لنا في المثل بتاع الابن الضال، وقال ان ابن الانسان لم يأتي ليدعو ابرار بل خطاة للتوبة. وعمرنا ما شفنا يسوع بيدخل بيت ولا بياكل في بيت الا بيوت العسكرين والخطاة، وما فيش حاجة تفرح قلب ربنا إلا رجوع نفس سيدة إليه. يا رب نفسي يهديني إلى سبل الضر. ما انساش واحد وبيحكي لي مرة وبيقول لي كان قلبي محضر وقاسي وأنا واقف في الكنيسة دايما آجي جمعة وحد وآجي الكنيسة كتير، وفي مناسبة من المناسبات برفع عينيا لفوق كده لقيت صورة المسيح متعلق على الصليب كده فوق الهيكل في كنيسة تانية مش في الكنيسة دي، وكانت الصورة كبيرة كده وصورته مصروف. فبص المسيح، بص لها المسيح، باصص ليه وفاتح دراعته، فحس ان هو بيقول له تعالى وابعد عن السكة اللي انت كنت ماشي منها. وتغيرت نظرة حياته من نظرة واحدة من يسوع ليه. يسوع الرائع الصالح يرد نفوسنا، يهدينا الى سبر البر. في العهد الجديد قال كده، قال ان انا هارسل لكم الروح المعز يرشدكم. انتوا يا جماعه مش خراف ضاله، انت مش غنمة تايهه في الدنيا الواسعه دي، انت غنمة محسوبه على ربنا بعت لك روحه عشان يرشدك. انت غنمة وموضوع رعايه المسيح، انت غنمة وهيردك عن طريق الشر ويوصلك لطريق البر، لدرجه
ان هو رجع في الاخر قال ان سرت في وادي ظل الموت لا اتحرم لانك انت معي. ايه ظل الموت ده؟ ممكن يكون التجربة السجيلة، لكن انا بقول يكون في هو الموت نفسه اللي احنا بنسميه الموت ده اسمه ظل الموت، لان في موت تاني ابدي للخطاة يموتوا في عذاب ابدي. فالموت الابدي ده يبقى بالنسبة لي الموت اللي احنا بنموت ده اسمه ايه؟ يبقى اسمه ظل الموت. حتى واحنا بنطلع في الروح فهو ايضا معنا. ان سرت في وادي ظل الموت فلا اخاف شرا لانك معي. عمانوئيل في عهد النعمة الرائع الصالح اسم الله معنا. فمش هيسيبنا لحظة واحدة، حتى ان الجسد بتاعنا راح للتراب فهو مش هيسيب الروح بتاعتنا لانه اتحد بيها ومش هنفصل عنها ابدا وصرنا اعضاء في جسده. ان سرنا في وادي ظل الموت فلن نخاف شرا لانك انت معنا. نشكرك يا يسوع لاننا غنم مكتوبة امامك وتعطينا سر التوبة في الكنيسة واعددت مائدة تجاه كل اللي بيقينا. هذه المائدة هي يا حبيبي جسد ربنا ودمه لكل نفس تستاء ان هي تدخل. عمرك شفت المسيح كده جه لواحد كده وهو بيتناول قال له امشي اطلع بره ما تخش في الهيكل كده؟ حتى يمكن لو اشتهي انت نقاش شوية يسوع هيكون اكثر حنان. يسوع مش هيرفض انسان. رتب مائدة تجاه جميع مضايقه. مائدة ايه هي المائدة الا جسد الرب ودمه اللي عدنا دينا. من اجل هذا احبائي ترنم اسايا نفس الترنيمة دي وقال كده بنبوته الجميلة عن عهد النعمة، قال على جبل عالي اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة اورشليم، ارفعي لا تخافي، قولي لمدن يهوذا هو ذا الهك، هو ذا السيد الرب بقوة يأتي وذراعه تحكم له، هو ذا اجرته معه وعمله قدامه. كراع يرعى قصيعه. احنا مش ناس مالناش حد يرعانا، احنا لنا راعي صالح لن ينعس ابدا. كراعي يرعى قصيعه بذراعه يحمل الحملان اللي مش عارف المشي يشيله على كتفه، وفي حضنه يحملها الغنم اللي متأخرة يجي سايرها، ويقود المرضعات الغنم اللي بتردع ماشية بالراحة لان حملها كبير، ولكن هو يقود المرضعات. ان سرنا في وسط الماء هو يجتاز معنا. يقول كده عن الراعي الصالح ده، والان هكذا يقول الرب خالقك لا تخف لاني فديتك دعوتك باسمك انت ليا، اذا اكتست في المياه فانا معك وفي الانهار فلا تغمرك، اذا مشيت في النار فلا تلبس واللهيب لا يحرقك، مجدا للثالوث.